لازم يكون معانا كابتن محمد فاضل نائب رئيس جهاز العاب الماء عشان نساله ونشوف اخبار بعثه منتخب بعثه النادي الاهلي اللي هتطلع لبلغاريا. كابتن محمد مساء الخير. مساء الخير كابتن خالد، ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كابتن خالد، اخبار حضرتك؟ وحشني. انت لو وحشني كتير. قول لي طمني، هنعمل ايه في بلغاريا؟ هتسافر امتى؟ والتجهيزات، حاجات كتير قوي عندكم دايما في السباحه كده لما يكون البعثه كبيره الاقي كابتن محمد فاضل مش موجود في النادي، بيلف ويروح ويرجع ويروح، حاجات كتيره. طمنا. ربنا يخليك كابتن خالد، يعني ده شهاده انا اعتزت بيها من راجل دولي زي حضرتك. احنا ان شاء الله البطوله باذن الله مسافرين يوم الاربعاء بالليل، بعد بكره بالليل باذن الله نوصل الخميس الصبح. هيبقى عندنا تدريبه كده سريعه قبل البطوله، والبطوله تبدا يوم الجمعه والسبت والحد. هي بطوله من البطولات الدوليه في اوروبا، موجوده في الاتحاد الاوروبي، داخل الاجنده بتاع الاتحاد الاوروبي. بطوله تبقى قويه، بيكون فيها فرق مشتركه من دول كتير من اوروبا، بالذات الكتله الشرقيه بتاعت اوروبا. احنا السنه اللي فاتت عملنا نتائج كويسه الحمد لله فيها، وكان عندنا يعني سباح احسن سباح، احسن ناشئ في البطوله كان موجود من عندنا، كان عندنا ثالث احسن سباحه ياسمين، كان عندنا ثاني احسن سباح في الدرجه الاولى، ودي نتائج طبعا كويسه بخلاف طبعا الميداليات والحاجات اللي احنا كسبناها في البطوله اللي فاتت. احنا مستعدين للبطوله ديت، واخدينها كفتره اعداد او كاعداد قوي جدا قبل بطوله الجمهوريه اللي هي ان شاء الله هتبقى شهر 11. فده يعني اعداد قوي وتحفيز جامد للسباحين بتوعنا والمرات بتوعنا. كابتن محمد فاضل، لو اتكلمنا عن السنه اللي فاتت كسبنا بطوله بلغاريا، والسنه دي بنسافر تاني بطوله بلغاريا، دعم مجلس الاداره اللي بيقدمه لفريق السباحه بالذات في البطولات الدوليه او بصفه عامه لجهاز العاب الماء؟ طبعا احنا طبعا ده في احنا بنلاقي دعم جامد جدا من مجلس الاداره وكابتن رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي، بيدعمنا ورانا وبيدعمونا وبيستقبل طلباتنا كلها بتوجات، واحنا في ان شاء الله بنوعدهم ان احنا هنبقى مبسوطين ضمنهم، والفتره اللي جايه دي هتشهد يعني انجازات جديده تضاف للانجازات السابقه بتاعتنا. كابتن محمد فاضل، اكيد لاعبتنا الكبار المتواجدين في امريكا كانوا بداياتهم برضو مع هذه البطولات، قول لي من وجهه نظرك الفنيه، الاستفاده الفنيه اللي احنا بنفيدها للاعبين الناشئين بالذات بتوعنا والناشئات في مثل هذه البطولات. طبعا احنا السباحين الكبار بتوعنا كلهم متواجدين في امريكا، كلهم بيتدربوا هناك، مش هيبقوا موجودين معانا في البطوله ديت. عندنا طبعا الجيل الناشئ بتاعنا كله هيبقى موجود معانا، كلهم الناشئين بتوعنا موجودين. السباحه لعبه رقميه، ووقفتك كتير على الستارت بتخليك انت نفسيا مؤهل، والضغط العصبي اللي انت بتقابله في اثناء السباقات بتبدا تكسره بالاحتكاك كتير ووقفتك كتير على الستارت ونطقك في السباقات كتير، تبدا خلاص تبقى متعود على الرهبه بتاعت السباق، وده اللي احنا بنحاول نقدمه لاولادنا، ان هم بنوقفهم في السباقات ونحطهم في مواقف كتير، مواقف كلهم بيتغلبوا عليها في الاخر، لان دي الحاله النفسيه بتفرق جامد جدا مع السباح قبل البطولات الكتير. اكيد السنه اللي فاتت في بطوله بلغاريا كسبنا البطوله، صح كده ولا ايه؟ مظبوط؟ هو احنا عملنا انجازات كويسه البطوله، طبعا احنا كسبنا ميداليات كتيره ساعتها، احنا كنا اقوى يعني من اقوى الناس اللي موجودين. انما هو ما كانش فيه كاس او درع عام للبطوله في الاخر، انما بالترتيب العام للنقط احنا طبعا احنا كنا كسبانين البطوله. طيب شايف ان الارقام يعني شايف السباحين هيحققوا ايه؟ اعتقد 70 ميداليه السنه اللي فاتت، مظبوط؟ احنا زمان كنا بنتكلم في 70 او 91 ميداليه السنه اللي فاتت. السنه دي هنجيب 100 ولا هنجيب كام؟ احنا البعثه السنه دي اكبر شويه من السنه اللي فاتت. احنا السنه اللي فاتت كنا يعني كان عدد السباحين كان حوالي 43 او 44 سباح، احنا السنه دي 35 سباح. احنا عندنا اكثر من اربع او خمس سباحين مش هيقدروا يشاركوا معانا علشان هم مسافرين الصين مع منتخب العسكري لتمثيل مصر في بطوله العالم العسكريه. فطبعا دول كانوا يعني احنا كنا حاطين عليهم امل كبير في طبعا في عدد كبير من الميداليات، بس هم مش هيبقوا موجودين معانا، بس انا واثق وعندي ثقه كبيره جدا في ان الولاد اللي موجودين معانا هيعملوا نتيجه ان شاء الله، يعني هتبقى نتيجه احنا مش متوقعينها. شايف التنافس كلهم عزيمه واصرار ان هم يعملوا حاجه
ما اتعملتش قبل كده. بصراحه شديده شايف التنافس مع مين في هذه البطوله القويه وهي بطوله بلغاريا الدوليه؟ التنافس بيبقى عاده مع دوله بلغاريا نفسها، السباحين بتوع بلغاريا نفسهم، لان بلغاريا عندها سباحين اولمبيين وعندها سباحين سباحه عندها من يعني بلغاريا كويسه. في روسيا بتبقى بعت ناس، في تركيا بتبقى بعت سباحين، في كازاخستان، وفي يعني في كذا دوله هيبقى في منافسه جامدين، خاصه ان كل السباحين الاولمبيين بتوع بلغاريا هيشاركوا في البطوله دي. عامة يا كابتن فاضل بنقول لك كل امنياتنا الطيبه، مستنيينكم عشان نحتفل معاكم بشبابنا وناشئينا باذن الله في المرحله اللي جايه ده بعد بطوله بلغاريا، لان دايما فريق السباحه او جهاز العاب الماء دايما بيقدم حاجات كويسه داخل بطولات النادي الاهلي وانجازات النادي الاهلي، عشان كل الميداليات اللي انتم بتحققوها دي بتضاف لميداليات ودولاب بطولات النادي الاهلي. شكرا كابتن محمد فاضل.